الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعون الله وتوفيقه وبفضل الله علينا نتسلم في أوقاف تفردية الدفعة السابعة ليصل إجمالي عدد ما وصل إلى مديرية أوقاف الدقهلية إلى 22 سنًا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحمد لله وصلتنا الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام 2020، والشكر موصول للسيد صاحب المعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اليوم الخميس الموافق 3/9/2020 تم وصول عربة بها لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة بها 3 طن، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 26 طنا يتم توزيعها حسب توجيهات معالي الأستاذ الدكتور وزير على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بمشيئة الله تعالى يتسلم مديرية أوقاف القليوبية اليوم الخميس الموافق 3/9 بعض أطنان من لحوم الأضاحي لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا، وبذلك يبلغ ما تسلمته مديرية أوقاف القليوبية 25 طن. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الخميس الموافق 3/9/2020 استلمت مديرية أوقاف القاهرة قصتها من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن وتسليمها إلى الإدارات الفرعية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والعناية، وهذا ضمن مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه وزارة الأوقاف تحت إشراف ورعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا النهاردة 3/9 الخميس 3/9/2020 4 طن لحمة من الوزارة، ودي الدفعة السادسة.